كاميليا منقلك مبروك اليوم على عملك الجديد، شو بتخبرينا عن هيدي التجربة اللي عم بتخوضيها مع المخرج فادي حداد؟ اولا اهلا وسهلا فيكم موقع فوشيا، وطبعا احنا اليوم بتاني يوم تصوير واخر يوم تصوير مع المخرج المبدع فادي حداد، وهالعمل كتير مميز وضخم وكبير، وهو من انتاج شركة لايف ستايل ستوديوز، وشاركوا فيه كتير عالم منهم مستر لبنان 2018. شو اغراك لاختيار هيدي الاغنية انه طيارة، انه واحد غريب دايما عم بغنوا اغاني شوي للحبيب وهيك، بتجي طيارة بصير واحد يفكر شو معقول تكون كلماتها؟ مزبوط. لا هي مش يعني شو اللي على شو اخترتها انا، بس شدتني الاغنيه اول ما سمعتها، واصلا يعني كنت سمعتها من شيء 8 شهور ومسجلتها، بس انا واداره اعمالي اف بي برودكشن حاولنا نغير في الفكره ونعطي روح للاغنيه، بما انه الاغنيه خليجيه فحاولنا انه نضيف لها نكهه جديده، وضفنا الفنان خوسيه كارلوس اللي هو اسباني كوبي، وغنى مقطع معي بالكليب والاغنيه بالاسباني، ويعني طلعت خلطه لذيذه. بتحسي انه هيك خلطه يعني مستر لبنان، هي اول تجربه بعد ما اخذ اللقب، وفنان اسباني كوبي عم بيشارك معك، بتحسي هيدا رح يكون في رواج اكثر للعمل؟ بالطبع يعني انه هي الاشياء بتضيف للاعمال والاشياء الجديده. طبعا انت شي عندك فوبيا من الطياره؟ لانه مثل ما كان عم بخبرنا فادي انه الطياره بتصير تروح شمال ويمين كانه بدها توقع، انت عندك خوف؟ هو في قصه حلوه للطياره، كانت فكره طبعا فادي حداد، وحاول انه يضيف شيء من شخصيتي في الفكره وتوفقنا فيها، وان شاء الله الناس يحبوها، فما عندي فوبيا من الطياره. انا خبرينا هيدي التجربه شو اضافت لك؟ اضافت لي اني مع فادي حداد يعني شفت جانب تمثيلي لإلي. فادي حداد دايما تعودنا عليك بامور مميزه تقدمها فيديو كليباتك، اليوم تعاونك مع كاميليا ورد، شو بتخبرنا اكثر عن هذا التعاون؟ عمل كتير حلو، ضخم جدا جدا جدا، وعملت في شغله بقلبه ما انعملت بالشرق الاوسط قبل، هي تعمير طياره فروم زيرو، يعني بوينغ كبيره، واخذت معي شي شهرين، شهر ونص تحضير، يعني عمل كتير حلو وكبير كتير، وانتاج لايف ستايل ستوديوز، عمل عن جد بكره بتشوفي الديتيلز تبعه قد ايه كبيره، وثقت كل شيء لانه حاعمل فيديو عن هذا الموضوع. قد ايه نحن بنقدر لما يكون في انتاج نعمل شيء كثير حلو وشيء عالمي. سو حيشوفوا عمل كثير كثير حلو وغنيه حلوه وعمل ما بيشبه اي عمل على الشاشه صراحه. هلا بدهم يسمعوا انه انت ركبت طياره، بده يقولوا انه يمكن مش افضل كنت تروح على المطار، وفي طيارات خاصه وطيارات حتى ايكونومي وهودي الامور. هو ما بيعرفوا كثير بالدومين، ما فيك تنزل على طياره توقفيها على المطار ومعك 50 شخص 60 شخص ممثلين وحوالي 50 كرو 110 اشخاص، بيعطوك اياها بس 4 ساعات، انا ما بخلص باربع ساعات، بعدين بدي اعمل طياره عم تقلب وبدي اعمل حركات بقلبها وبدي اعمل اضاءه اللي انا بحبها، عرفتي؟ الطياره يعني عامل طياره يعني جديده اذا بدك، عرفتي شو قصدي؟ يعني مش وبقدر اتحكم باضاءتي بكاميرتي حتى من فوق يمين شمال، فك كراسي شيل كراسي، اللي يعني بينزلوا بيصوروا بالطياره يعني حجه، عرفتي؟ بس انا عامل لك عالم بتعمر كوان طيارة صغيرة، أنا عملت طيارة كلها لأنه الستوري بورد بدها هيدا الشيء، وسمح لي الإنتاج لأول مرة إنه أعمل هيدا الشيء، قلت بدي أدرس قدرات بالبلد قد فينا نعمل شيء انترناشونال، لأنه بينعمل عنا فيلم، فيك تعمل فيلم بقلبها، لقد كانت حلوة، وبكره بتشوفوها على الشاشة، طيارة على المطار ما بتنفعني، مستحيل، عرفتي؟ مصور كثير قبل، بس ما بقدر أفوت هالقد عدد كومبارز وتضبطيهم هالقد، عرفتي؟ فاخترنا نعملها باستوديو. خبرنا اكثر عن القصه، يعني انت عم بتقلنا طياره عم تروح شمال ويمين، لا في ناس عندهم فوبيا بصير بده يخافوا اكثر، شو بتخبرنا اكثر عن القصه اللي انكتبت؟ هي الغنيه عن الطياره وكل ستوري بورد صايره بقلب الطياره، ما طلعنا برا الطياره، بس عملت فيها اوض للطياره وعملت فيها بزنس وايكونومي، وفي مشاكل بالمنطقه كلها سوا، ما رح اخبرك ستوري بورد كلها. سو 5 دقائق كثير حلوين مسليين، كاميليا طالعه كثير حلوه،
عمل جديد هيك العين حتحبه كثير، الوان جديده كثير، و عمل عن جد اخذ مني كثير وقت بس عارف نتيجته شايفها يعني.